ماذا عن هذه الأعمدة يا بونا؟ في عنا العمود المهم جدا بهاي الكنيسة اللي هو العمود اللي فعلا كل الناس بتيجي لحتى تأخذ بركة العمود ده. العمود فعلا هو على شكل صليب، وحسب ما يقال انه خرجت منه الدبابير لحتى انه وقت الظاهر بيبرس بسنة تقريبا 1260 تقريبا لما اجى الظاهر بيبرس لحتى يهدموا الكنيسة، ولكن طلع من الخزوق اللي موجودة هون دبابير وهجمت عليهم وقتلتهم، لأنه بلشوا فعلا بهدم البناء الخارجي والأسوار الخارجية اللي هي أسوار جوستينيانوس لما بناها لحتى يدخلوا للكنيسة، ولكن ما قدروش أنهم يهدموها بسبب الدبابير اللي طلعت بقوة من هاي الموقع بالذات وقتلتهم جميعهم لحتى أنه ما قدروش أنهم يعملوا أي شيء. فالناس بتيجي تتبارك بأنها؟ بتيجي تتبارك لأنه هي موقع فعلا موقع مهم جدا، وبيعملوها على شكل صليب كذا وبأخذوا بركة الصليب وبركة المكان المقدس. طيب.